بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذا الدرس 63 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما بقي من كتاب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي، يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فاعرض علينا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، وركع ثم اعتدل، فلم يصب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه. قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حميد الساعدي رضي الله عنه يقول: أنا أعلمكم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له إخوانه: ما أنت أقدمنا صحبة؟ فبين لهم رضي الله عنه ما نقله من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا: فاعرض علينا. هذا فيه أنه يطلب من العالم أن يبين ما علمه من الأمور الشرعية، يبينه للناس ولا يكتمه، وفيه سؤال أهل العلم، لأنهم سألوا هذا الصحابي الجليل أبو حميد عما علمه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلموه. نعم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما. كان إذا قام إلى الصلاة، يريد الصلاة، صلاة الفريضة، يعتدل قائما، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقيام في الصلاة مع القدرة ركن من أركان الصلاة الفريضة، لا تصح إلا به. نعم. ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وهذا سنة في الصلاة، رفع اليدين عند التكبير، تكبيرة الإحرام، سنة من سنن الصلاة. فلو لم يرفع يديه صحت صلاته، لأنه إنما ترك سنة ولم يترك واجبا. ومدى الرفع حتى يحاذي بهما منكبيه. نعم. ثم قال: الله أكبر، وركع. ثم قال: الله أكبر، يرفع يديه. هذا الموضع الثاني من رفع اليدين عند الركوع، فيرفع يديه ثم يقول: الله أكبر، وينحني راكعا. نعم.
ثم اعتدل فلم يصب رأسه ولم يقنع. ثم اعتدل فلم يصب يعني يرفع رأسه ولم يقنع يعني ولم يحني رأسه، بل يكون رأسه معتدلا نحو القبلة لا يخنعه ولا يرفعه خلاف العادة. نعم. ووضع يديه على ركبتيه. ووضع، هذا من سنن الصلاة أن يضع يديه على ركبتيه يعني في الركوع، يضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ملقما كل يد ركبة، وهذا من سنن الصلاة. نعم. وفي لفظ كأنه قابض عليهما ووتر يديه فحناهما على جنبيه. نعم، كأنه قابض عليهما يعني على ركبتيه. نعم. ووتر يديه فنحاهما على جنبيه. نعم، هذا فيه أنه إذا ركع لا يلصق يديه بجنبيه، وإنما يبرزهما شيئا عن جنبيه، وهذا من سنن الصلاة. نعم. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل. ثم قال ما بعدما رفع، بعد إذا رفع من الركوع إلى الاعتدال، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام. وأما المأموم فيقول: ربنا ولك الحمد. وأما الإمام فإنه يجمع بينهما فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. هذا صفة الاعتدال من الركوع، أنه يعتدل حتى يرجع كل عضو إلى محله. ثم هوى إلى الأرض ساجدا. ثم هوى من القيام من الركوع إلى الأرض ساجدا، نعم، للسجود. نعم. ثم قال: الله أكبر. تكبيرة الانتقال، هذه تكبيرة الانتقال من القيام إلى السجود، وهي واجب من واجبات الصلاة. نعم. ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه. ثم وضع أعضاءه السبعة على الأرض، الجبهة تبعها الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويكون أصابع الرجلين مفروقتين، ويجافي عضديه عن جنبيه، فلا يلصق عضديه في جنبيه بل يبرزهما شيئا بحيث ينفردان عن الجنبين. نعم. ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل. ثم لما قام من السجدة إلى الجلوس بين السجدتين، فإنه يجلس مفترشا، يفرش الرجل اليسرى ويجلس عليها، وينصب الرجل اليمنى بأن يجعل أصابعها على الأرض وعقبه إلى أعلى. نعم. ثم اعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه معتدلا. نعم، هذا فيه الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين، حتى يرجع كل عضو إلى محله. نعم. ثم هوى ساجدا ثم قال: الله أكبر. ثم هوى ساجدا السجدة الثانية قائلا: الله أكبر. هذه تكبيرة الانتقال من الجلوس إلى السجود. نعم. ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. ثم لما قام من الركوع جلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، وهي سنة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية.
نعم. ثم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. إذا قام من التشهد الأول من السجدتين يعني من الركعتين من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فإنه يكبر وهذه تكبيرة الانتقال وهي واجب من واجبات الصلاة. حتى يحاذي بهما منكبيه. يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه مع التكبير وهذا من سنن الصلاة. نعم. كما صنع حين افتتح الصلاة يعني يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. نعم. ثم صنع ذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخرج رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. هذه الجلسة التشهد الأخير الجلسة الأولى بين السجدتين وبين التشهد الأول يجلس مفترشا يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهذا يسمى الافتراش. وأما في الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام فإنه يتورك بمعنى أنه ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويخرجهما من تحته ويجلس على الأرض. نعم. قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الصحابة لأبي حميد لما وصف لهم الصلاة بهذه الصفة وأنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له صدقت يعني طابق كلامك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال سهل كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم. نعم. إذا كان يصلي بثوب واحد فإنه يعقده على رقبته لئلا تنكشف عورته يعني يلم بعضه على بعض ويوثقه على رقبته حتى لا يسقط. نعم. وله عن عكرمة قال صليت خلف شيخ مكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. عكرمة مولى ابن عباس. نعم. فكبر 22 تكبيرة يعني في الصلاة تكبيرات الانتقال. نعم. فقلت لابن عباس إنه أحمق. قال عكرمة لابن عباس إنه أي هذا الرجل أحمق أي أنه فعل فعلا فعل الأحمق. نعم. فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. صوب ابن عباس هذا الرجل في صفة الصلاة أنه صلاها على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. نعم. وله عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. تطبيق في الصلاة أنه إذا ركع يطلق كفيه بعضهما على بعض ويجعلهما بين فخذيه كان هذا في أول الأمر ثم إنهم أمروا أن يجعلوا أيديهم على ركبهم في الركوع ولا يطبقوها بين أفخاذهم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروس شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا العرض والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير.